مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ راني بسروالي، يعني بسروال تاع الخدمه، مازال ما بدلت، ما دوشت ما والو، ما باقيش بزاف في اذن. هذا هو اللي راهي خدمت في المواعيد مالا دي سيرو كاع، وقلت لها زعما يوجد لي وكاع خاتك يتكلوا على الرجاله. ديكا شوفوا اش دار لي، شوف غادي اذن ولا درت انا هذا تاع البوريك، ها مخلط لي كاع الطباصه. ايوا لقيتها لقيتها موجد لي الطابله، وكاع انا وصلتها وقلت لها وجد لي الطابله، ومتاكد من هذاك القشوم ان شاء الله. ياك مازال، ها شوفوا هاي وجد. انا حطو الحريره راهي تحمى، وانا راني ندير، بغيت شيخي البارح جاب لي كروفيت، راني ندير فل كيما كنتو تشوفوا، راني مقلي في البصله، وهنايا راني دايره شويه بطاطا، راح ندير فخيت كيما كنتو تشوفوا، كنت راح نقلي شويه بوراك، يعني لي حاجه خفيفه ظريفه. أو هذه هي وهذا هو، وقال لك حماها فركت الجبع، والله العظيم غير واحد عيا، والله غير عييت انا، عييت ما فطنتش الصباح باش نطيب، غير صفت وفطنت وما فطنتش، كنت هكذا. المهم تبعوا الفيديو تاع اليوم. بون انا كيما كنت تشوفوا جبت البصله قليتها، بون هنايا شغل بدات تشوط البصله. جبت الكروفات تاعي كيما كنت تشوفوا، زدتها على البصله، تقدروا ديروها بصوص طوماط، انا نفضلها بالبصله تجي بنينه وتطلق البنه تاعها، ما نبغيش نضيع البنه تاع الكروفات في لاصوص طوماط، نبغي نقاردي بنه البحر، يعني تبقى بنه البحر كي ديريها غير بالبصله كيما هكا. تقدري ديري فيها مورسو تاع دهان ولا ديري فيها زيت، انا درت زيت برك. وهنايا ندير عليها شويه تاع فلفل اسود وشويه تاع ملح برك، ما تكثروش عليه لانه ديجا هي مالحه، وكل واحد وعنده طريقته في الطهي تاعها، وكل واحد كيفاش يطيبها. فوالا انا درت فلفل اسود، ومن بعد درت عليها كميه صغيره تاع ملح كاع، ماشي بزاف لانه قلت لكم تجي تجي مالحه، لانه الحوت هو بروحه مالح. فوالا وانا الكروفات ديرها كطيب، يعني ما تشد لا وقت لا والو، ديرها كطيب يا ربي 5 دقائق، يعني غير تدخل تدخل هذيك لافابور طيب. فوالا نبل عليها ونخليها، وهذه هي مائدتي المتواضعه. المهم كنت درت شويه تاع لي فخيت، درت كروفات كما شفتوا، شرب افريك بوريك، و سلطه اللي كانت باقيه لي، وهذيك شويه تاع الكبده اللي كانت باقيه من البارح، وليمونات والخبز، والله يجعل البركه. عند كوشة لقيت فرحت بالبزاف، لانه انا نموت على هذا الحلوى، ونلقى دائما فيها الجيلاتين تاع المصروع حشاكم. ايا قلت والله غير نوريها لكم، راح حاطها راح حاطها اكسيون، ولا نبغيها بالبزاف هذه الحلوى، كنا نقولها في البلاد، وجرت منها والله غير ضربت قوطي قوطي، ضربتها وحدي جاتكم، عجبتني عجبتني عجبتني. ما راح نوري لكم باللي حلال، لانه خطره وحده في فيديو ولا تقول لي كي تضربي في المصروع غير تاكلي الحماره، ومن هنا قال عم نتوما تعايروا. المهم شوفوا شويه حوتي، ما كاش حمار قدكم، قال عم نتوما تعايروا في الناس، ما تعرفوش السكتو، قال لك قول كلمه شابه ولا بلع فمك. اوه والله العظيم تبغوا الواحد لي عاير. المهم كيما كنت تشوفوا هنا جبت لكم العسل، العسل اللي يجي بزاف سهل، وانا كل عام ندير كميه كبيره، ولكن السنه عييت. المهم راح تجيبوا زوج كاسرونات، وحده راح ديروا فيها عبر تاع سكر، وزوجه راح ديروا فيها عبر تاع سكر، الزوج يكونوا تشعلوهم. كنت تشوفوا هنا السكر دفقته باختو،
وتقدري تعبري بالكاس، لانه الا درتي اول مره وتجربي كميه قليله برك، عبري برك بالكاس، يعني تقدري ديري كاس اتاي ولا كاس تاع ليمونات ولا فوالا. انا درت في الغرفه، انا مداري ندير بالكيلو، يعني ندير 2 كيلو، دائما نخدم 2 كيلو في رمضان. وسنا الله غالب كما كتعرفوا عييت وكاع، شهيت بقلاوه على ديك، قلت ندير نوجد العسل ونديرها. كنت باغي نديرها اليوم لانه نسجل لكم فيديو في نهار واحد اخر، يعني مش هذه البارح، راح نحطها لكم اليوم. هي في الكاسرونه راح ندير عليها عبار تاع الماء ونخلط فوالا. تبغوا تزيدوا عليها طرونش تاع ليم، زيدوا عليها هنا طرونش تاع ليم، والاخرى راح نخلوها تذوب حتى تولي كراميل. وهذه راح نخلطوها وخلوها حتى تبدا تغلي. كي تبدا تغلي راح نرجع لكم وتشوفوا كيفاش نخدموا العسل بطريقه جد سهله. غادي تقولوا لي ريم كيفاش انت ما تشريش العسل، راهو ينباع برا، من انا وين نسكن ما كانش كاين العسل غلوكوز ويبس الحلوى، يعني ما يصلحش باش ديري بيه ماكله ولا ديري بيه كاطو ولا كيما مقرود ولا بقلاوه ولا كاع ما يصلحش. المهم في هذيك الكاسرونه الزوجه راني طاجين، راني ندير في هذاك العبر تاع السكر، يعني درت نفس العبر راني نخلط فيه حتى يولي كراميل حتى يدوب. ايا قلت لكم على ديك نخدم العسل في الدار، وكي جيت انا هنايا زعما وليت ندير لهم العسل وكاع، عامل وحدي هنايا شغل وريت لهم، كنت نروح لهم لديارهم ندير لهم في الكيكوطه نخدم لهم العسل وكاع. ممكن نخدمه باطل لله في سبيل الله، الناس اللي تقر فيها الخير مش الناس اللي ما يقروش يوم الخير. ايا قلت لكم فوالا كيما كتشوفوا، يعني حتى يبدا يدوب ومن بعد سهل الحال. وخطا على خطره خلطوا هادو اللي منها ما تساوهاش وما ديروش نفس المغرف، باسكو اللي من ما لازمش تكون فيها قطره تاع الماء. هنايا بعد ما راح تذوب لي راح تولي لك كيما هكا، وانت اللي تتحكمي في اللون. المهم ما تخلعوش كي تشوفوا حبيبات كيما هكا، ولا ابخي كلشي راح يدوب، ما تبقى لا حبيبه لا حتى حاجه. نقصوا الغاز باش ما ينحرق لكمش، ولا كولور نتوما تتحكموا فيها. كاين واحد النوعيه تاع السكر ما تدير لكمش هكا لا كولور مارون، اما هاد النوعيه دير لا كولور مارون، انا نبغي لا كولور مارون كيما تاع البلاد. قلت لكم وهنايا العسل الحر، كون ندير بالعسل الحر تعرفوا العسل الحر هو قاطع، ما تقدريش ديري به الكاطويات ولا كشغل يقهم، تاكلي مغرف صغيره تنقهمي. تخيلي انت ديري في بقلاوه ولا ديري، انا ما نقدرش ناكل العسل الحر في الماء في البقلاوه ولا في المقرود، ولا نبغي العسل عادي عسل نورمال ما فيش بنات هذيك تاع الحر فوالا. وتقعدوا تخلطوا حتى تتحصلوا على الاخر، تتحصلوا على كاع هذوك الحبيبات هكا يبداو يذوبوا كاع. انا ما دابوليش كاع وحطيت عليهم الماء، يعني بقاو هكا شويه ومن بعد كلشي داب. كي قعدت نخلط كلشي داب فوالا. هو ساهل بالبزاف هذا العسل، ديري في الدار ديري كميه كبيره، خدمي 4 كيلو 5 كيلو هكا تاع عسل. انا عطيتكم بالعبر وانتم عبروا على حسابكم. انا عندي واحد القوطي قوطي واه نخدم به، يدير لي 2 كيلو، يعني 2 كيلو تاع السكر في عبر تاع الاخر تاع الاخر تاع الماء. بصح لازم يكون اللي تكيلو به نفس العبر تاعه تاع الماء. في هذه المرحله حرجوا رواحكم لانه راهي صعيبه بالبزاف، تطلع لكم لا فابور ولي طاير في السماء. سي نورمال لانه الماء والحاجه حاميه كيما هكا بزاف ما راحش تتلاقى، صافي غير بشويه حرجوا رواحكم تحرقوا رواحكم. ماني قصيته ونهضر خطره ما نعاودش. المهم هذه هي تقعدوا تخلطوا كيما هكا غير بشويه كيما كتشوفوا القوام هكا، ما تخافوا ما تخلعي ما والو، تقولي العسل راح وتقعدي تندبي عليا وكاع، لا ما غادي يخسر ما والو. هنايا قعدي تخلطي، نقصي كاع الغاز بتي فو وبداي تخلطي تجلطي حتى يدوب لك كل الشختي، يعني لازم شويه الصبر فوالا. ما راحش يدير لك كلشي ضربه واحده وكاع، يعني هضرت ما تبقاوش تقولوا لي من بعد تقولي ما قلتي ليش ولا فوالا. قعدي تخلطي حتى يدوب كلش، وراه ساهل مال سيدات. كي داب لي كلش هنايا وانتم تتحكموا تزيدوا من موراه، زيدوا واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق كيما هكا، والنار تكون ناقصه حتى صاي تحسوا باللي بدات تتلصق في يدكم. كي تتلصق في يدكم صاي هذيك هي. المهم انتم ما يجيكمش هكا القوام، هذا بات بعد ما بات تقال، لازم يبات باش يتقال، لازم يبرد باش يتقال، يعني وصيت نبقاش نتنرف انا. المهم بعد ما بات عندك وتحصلت على ها هو العسل، ونبغي بهاد القوام بهاد لا كولور. نبغي كيما هكا ثقيل وكاع. ان شاء الله عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما تنساوش ديروا لي جيم والابوني خلاص شركم كومونتير لا بغا نقطه. اي نقول لكم صحه فطوركم، موت عليكم قانون.